قامت المنطقة الشمالية العسكرية بإطلاق حملة بلدك معاك لدعم الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظات التي تقع بنطاق المسؤولية، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة. تضمنت المرحلة الأولى من الحملة توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 332 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة، قامت المنطقة الشمالية العسكرية بإطلاق حملة بلدك معاك لدعم الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظات التي تقع بنطاق المسؤولية، وذلك بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. وتضمنت المرحلة الأولى من الحملة توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 332 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. وشملت الأسر 108 أسرة بمحافظة الأسكندرية، و83 أسرة بمحافظة البحيرة، و71 أسرة بمحافظة الغربية، و70 أسرة بمحافظة كفر الشيخ. وأكد اللواء أركان حرب هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية خلال مراسم تدشين الحملة على المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته. أعربت الأسر عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه الدولة ومؤسساتها الوطنية. أشكر المنطقة الشمالية وأشكر اللي وقف جرنا وبسطونا وجاب لنا كل حاجة. الله يحب فيهم خلقه وربنا يبارك فيهم كلك يا رب. بصراحة المقابلة والناس والجيش ويعني قابلونا مقابلة بصراحة ما كناش نتوقعها، وربنا يكرمكم ويخليك لنا وتفرحنا كده دايما يا رب، ونفرح بيك وانت في وسطينا معانا يا ريس يا رب. الله يبارك لنا فيك يا رب. حضر المراسم محافظو الأسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ وممثلو مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الحملة.